الأخت حورية بتقول: أستاذ باسم ولا عليك أمر، اعمل لنا فيديو تعزيز النفسية لأني بالشهور الأخيرة من الحمل ومحتاجة دعم نفسي يقويني ويصبرني على ما تبقى من الأسابيع القادمة. جزاك الله خيرا، جزانا الله، جزانا الله وإياكم كل خير، ويسر لك كل أمر عسير، اللهم آمين. نبدأ حلقة النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، وأذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبها نسعد. وهذه أول نصيحة: ذكر الله كثيرا وكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى بتفرق 360 درجة، مش 180 درجة، في نفسية البني آدم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دي رقم واحد. نبدأ بقى بالحاجات التانية. ده أول هام هو ذكر الله كثيرا. أي حد ما بيذكرش الله بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى، ففي كده شوية حاجات بتنغص عليه عيشته. ده مبدئيا. نيجي بقى الموضوع النفسية والخوف والفزع من موضوع الولادة، نعمل ايه عشان نفسيتنا تستريح اكتر واكتر؟ هنذكر الله. طيب اللي بعد كده نشتغل على نفسنا ازاي؟ اول هام هو ان احنا دايما عشان نقدم على امر مهم زي الولادة والحكاوي اللي بتتحكي حواليها، ان احنا دايما نبص على نص الكوب المليان مش الفاضي. على سبيل المثال، في واحد مثلا ممكن يكون داخل يعمل عملية أخطر من عملية الولادة كمان، عملية خطيرة جدا، ولكن تلاقي سبحانك يا رب هذا الشخص داخل، وهو داخل عمال يضحك ويهزر، والناس تقول إيه ده، ما شاء الله، ده داخل يعمل عملية خطيرة ونفسيته حلوة وبيضحك ويهزر. في واحد تاني ممكن دكتور السنان اتفق معاه إنه هيخلع ضرسه، اليوم اللي هيخلع ضرسه فيه الليلة بتاعتها نايم متنكد وكله توتر وقلق عشان بس هيخلع ضرسه، مع انها خلع ضرس. المشكلة هنا فين؟ هل المشكلة هي في العملية؟ لا، المشكلة في تقبل الواحد لهذا الأمر. فالموضوع الولادة سواء كانت هتبقى ولادة طبيعية أو سواء كانت هتبقى عملية قيصرية، ففي كلتا الأحوال خوفنا إحنا هو اللي بيسبب هذا الأمر أكبر. هو في ألم محدش يتكلم، وفي معاناة محدش يتكلم، ولكن احنا بنزود هذا الامر بدل ما هو ايراد نجعله 24 ايراد بالقلق والتوتر. ابعدي عن هذا الامر ازاي؟ اول حاجه ان احنا لما نحب نتفرج على نص الكوبايه المليان عشان ننسى نص الكوبايه الفاضي اللي هو الالام والاوجاع، نركز على الايجابيات اللي هتحصل. يعني مثلا ممكن حضرتك تقعدي تتفرجي على الفيديوهات اللي فيها البيبيهات الصغيره، وتستني اللحظة، تقعدي تتخيلي اللحظة اللي هيبقى البيبي ده بيبصلك فيها، بيضحك في وشك فيها. خلي ده دايما هو اللي موجود هنا في الحتة المستقبلة للمعطيات اللي حوالينا، إن أنا هستقبل طفل جميل إن شاء الله، طفل هيدخل على قلبي سرور لما يضحك في وشي. إنما ممكن حد تاني يقعد مثلا يوجع دماغه بفكرة ده هيفتحوا لي بطني، ده انا هقعد اصوت في. طيب والادهى والامر بقى لما تيجي تقعدي مع خالتي بامبا. مين هي خالتي بامبا؟ خالتي بامبا دي اي واحده جربت موضوع انها طبعا ولدت قبل كده، او سواء كانت قيصري او طبيعي، فهي شعرت بالم. محدش ابدا في الدنيا بيقلل من حجم الالم، يعني مش بيقلل من حجم الالم معنى كان الالم، فلا انا اقصد يعني ما انا لا سمح الله لا يمكن ان انا اسفه من هذا الامر، هذا الامر عظيم طبعا وله جزاء عند ربنا سبحانه وتعالى، ولكن بس هي الفكره ان مثلا واحد يكون دخل الحرب وواجه مصاعب كبيره، المصاعب الكبيره دي لو هي رحلته في الحرب مثلا كانت عبارة عن ساعة زمن، يقعد يحكي لك حكايات عن الحرب وكأنه قعد مش ساعة زمن، لا كأنه قعد سنة كاملة بيحارب. جبت منين الحكايات دي؟ هو احنا بنحب نقعد نزود ونهول، فكونك ان انت تسمع حكايات البعض عن ألمهم ده غلط جدا، غلط جدا، ده من ضمن الحاجات اللي بتسبب متاعب نفسية. اي حد يجي يكلمك عن آلام قولي له لا مش عايز اتكلم عن آلام، لو هتنصحني بنصيحة عشان اتجنب الآلام هسمعك، انما هتقعد تقول لي انت لسه ما ولدتيش، ده انت لسه هتشوف، ايه الكلام ده؟ ابعدي عن الكلام ده كله.
وركزي على النصف الإيجابي من الموضوع. طيب نيجي حتة تانية، هو ليه الطالب فاكرة ساعة ما حضرتك كنت طالبة في المدرسة؟ فاكرة ساعة ما كنا داخلين على الامتحانات؟ في مننا اللي كان يعني مش على بعضه، وفي كان مننا المستقر نفسيا شوية وظابط نفسه. الفرق ايه ما بين الاتنين؟ الفرق ان ده مذاكر، عنده شوية رهبة، على فكرة الرهبة مطلوبة على فكرة عشان ناخد بالنا من الحاجات اللي ممكن نقع فيها غلط. ده شيء صحي، لازم يبقى عندك شوية خوف، لأن الخوف ده ربنا خلقه جوانا عشان الخوف ده الترمومتر اللي لما نيجي نعمل حاجة غلط نفرمل، لأن في حاجة بتخوفنا. فده شيء طبيعي، بس المهم إن الخوف ده ما يزيدش عن حده. فالطالب اللي مش مذاكر خالص داخل الامتحان ناقص بس يعمل حمام على نفسه عزكم الله، يعني هو فاضل له إن هو يعمل بيبي من الخوف. التاني خايف شوية بس هو مستقر مذاكر المادة كلها. نترجم الكلام ده على الحمل. انا لما ببقى متابعه كويس جدا مع الطبيب بتاعي، اي حاجه عالجتها اول باول، اي متاعب حلتها، لو حتى الجنين فيه كانت فيه مشكله بشرتها بسرعه، لو مثلا التهابات مهبليه اهتميت وعالجتها، التهابات مسالك بوليه واهتميت بعلاجها، لو اي مشكله صحيه زي مثلا ضغط عالي ظبطته، سكر ظبطته، اكلي اكلت كويس، تابعت حركة الجنين كل يوم والحركة زي الفل، على طول بروح أعمل متابعة دورية وأعمل فحص بالسونار وأكشف. طيب والدكتور بيقول لي الدنيا تمام؟ الدنيا تمام. طب إيه اللي قلقك؟ مفيش أي حاجة تقلقك بقى خلاص. طيب أنت متخيلة إن في كام مليون واحدة ست بتولد كل يوم وكل شهر؟ كتير جدا. محدش فاكر من الآلام غير ذكريات. اللحظات دي كلها بتعدي، أهم حاجة إن أنت بس ما تركزيش على النقط اللي ممكن تخليكي متعبه نفسيا. انت بس الفتره دي انا هطمنك ان انت الفتره دي في شويه تغيرات هرمونيه هي اللي ممكن تكون معكره صفك شويه مع مساله ان انت يعني تعبتي. فكري في الحته الايجابيه وصدقيني باذنك يا رب هتعدي، هتعدي باذن الله تعالى. اذكري الله كثيرا، افحصي نفسك عند الطبيب من حين لاخر، اهتمي بتغذيتك، فكري في البيبي، شوفي هتجيبي له هدوم ايه، هتسميه ايه، فاشغلي بالك بالبيبي اكتر من الولاده. لو شغلتي بالك اكتر بيه هو ونسيتي موضوع الام الولاده والكلام ده، لانه في الاخر هتعدي. في مقوله بتقول كل مر سيمر، كل مر سيمر، الوقت هيعدي. خلي نفسيتك كويسه بسبب ان ربنا سبحانه وتعالى كمان بيقول هذه الايه، لو كلنا ركزنا فيها هنعرف ان احنا قادرين على كل حاجة ربنا جابها لنا لحد عندنا. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فهتقدري على الولادة، وهتقدري على الاولاد وتربيتهم، وهتقدري على كل حاجة طالما ربنا ادهالك، يبقى هو عارف ومتأكد انك قادر على كده. لان زي ما بقولك كده، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اطمني وما تلاقيش، وان شاء الله كل الأمور هتعدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.